اجوا 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 طالع هدي هدي طالع عنده الله اكبر الله اكبر يلا حسن حسن حط شويه حسن ايه بس حطوا قدام هذا عايش حطوا قدام مش وصلي لله وانا لا في إرهابية ولا في جيش حرب الله يخرب جارك يا ابن الحرام يا ابن الحرام عاف منطقة ما ضرع بيا احنا نتأثر موي اشو في عنا الله يخرب ديارك الله لا يوفقك يا ابن الحرام حي الهلوك في امان الله مواطنين كلها حتى يعني لا اكل لا خبز محاصرين جاء الطيران الروسي كلبان مثل الدب العميان فقصف هون صاروخ فراغي عنقودي كيماوي والله ما بعرف شوف الدمار هذا كله اللي خلفه وجرحى مواطنين امنين في امان الله يريدون ان يطفئوا نور الاسلام ولكن يأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون هذا ما فعلوا يلا يلا الحمد لله خير صعف الحيوانات سوا كبار حيوانات طلع حيوانات الزنبون هدول طلع سلم يا ابني عليك هدول الزنبون هدول حيوانات كبرنا منهم كمان الساعة الزنبون هدول حيوانات طب الزنبون نحن يلا الحمد لله يلا الحمد لله في الله الله أكبر يا لطيف الله يا لطيف استوى طيران عمي ليش هون في إرهاب هون في إرهاب يا الله دخيل اسمك هون في إرهاب Thank you.
يستمر الطيران الحربي باستهدافه للأماكن الحيوية والطبية في مدينة حلب، فبعد استهدافه لفريق الدفاع المدني واستهدافه لمشفى القدس والمستوصف في حي المرجة، قام باستهداف أحد أهم المستودعات التابعة لمنظومة الإسعاف التابعة لمديرية صحة حلب الحرة، مما أدى لتدمير المستودع بشكل كامل وتلف جميع الأدوية التي كانت متواجدة داخل هذا المستودع. إذن هناك عملية تدمير ممنهجة للبنى التحتية أو لأي أماكن حيوية ربما تساعد المدنيين هنا على أن تخفف عنهم حجم الكارثة الناجمة عن القصف الجوي الذي لا يتوقف على أحياء مدينة حلب. مستودع مليء بالأدوية تم تدميره بشكل كامل، وتعرضت الأدوية المتواجدة فيه للتلف، ربما كانت ستساعد جريحا بحاجة إليها، ربما كانت سوف تنقذ حياة إنسان قام طيران الأسد بقصفها قبل أن تنقل للجرحى والمصابين. طبعا ضمن القصف الممنهج اللي طالته مدينة حلب للبنية التحتية، قام الطيران الروسي باستهداف مستودع منظومة الإسعاف الطوارئ للمستهلكات الطبية الإسعافية. طبعا هذا المستودع خاص بالأدوية الإسعافية لسيارات الإسعاف اللي يتم فيها نقل المصابين إن كان من مجازر إن كان من مشافي إلى المعابر الحدودية أو بين المشافي. طبعا هاي الأدوية هي عبارة عن يعني مثل ما بنقول الحياة الأولى للمصاب، هي أدوية إسعافية إن كان قطع نزيف إن كان سيرومات لتعويض الدم إن كان مهدئة يعني المسكنات، هي هي مجمل الأدوية، يعني الأدوية الأساسية اللي بتنعطى للمصاب أول ما ينصاب. طيب نحن نلاحظ في استهداف ممنهج من قبل النظام للطواقم الطبية لمشفى القدس المستوصف امبارحة اليوم مستودع الأدوية، يعني هناك عملية استهداف ممنهجة للطواقم الطبية أو الإسعافية أو كل من يحاول أن يخف على الناس مأساتهم. أخي الكريم، إن كان النظام السوري أو الروس اللي عم يعينوه بالمختصر هن بده يقتلوا الحياة، أول ما بيضربوا بيضرب البنية التحتية اللي بتساعد في استمرار الحياة في مدينة حلب. الهدف من هالشي هو يعني تدمير أو قتل الروح المعنوية بداية للسبتانين الموجودين في مدينة حلب، ثانيا أنه قتل كل شيء أو ما يعطي أسباب الحياة. بلش بأول شيء عملية تهجير ممنهجة، قصف الأماكن الأكثر ازدحاما تبع المشافي النقاط الطبية تبع كان مثلا ايش في مستودعات حيويه ممكن تخدم هالبلد وتعين في الحياه مثل ما بقول، سيارات الاسعاف، الدفاع المدني، طبعا كل شيء بيعين باستمرار بهالحياه كان هدف مشروع له.